نعم، في ظرف 10 أيام نجح عزيز أخنوش رئيس الحكومة المكلف وزعيم حزب التجمع الوطني الأحرار الذي تصدر نتائج انتخاب، نجح في تشكيل أغلبية حكومية. هذه الأغلبية المكونة من 3 أحزاب فقط، وهي حزب التجمع الوطني الأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا ب 86 مقعدا، وأيضا حزب الاستقلال الذي حل ثالثا ب 81 مقعدا، بما مجموعه 269 مقعدا بالنسبة للأغلبية الحكومية. هذه التشكيلة كانت قد أجمعت عليها القراءات السياسية مؤخرا في إطار المشاورات التي أجراها عزيز أخنوش مع زعماء هذه الأحزاب، وكانت هناك ملامح على أن هذه الأحزاب هي التي ستكون مشاركة. هذه الأحزاب أعلنت خلال صباح اليوم، خلال الإعلان عن مكوناتها والأغلبية الحكومية، أعلنت التزامها بالعمل في انسجام تام وتوافق من أجل تنفيذ برنامج حكومي وميثاق حكومي يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تعرف توافقا بين برامج الأحزاب الثلاثة. قطاعات مهمة تنتظر هذه الحكومة للشغال عليها، الاقتصاد، الصحة، التعليم وغيرها. طيب، ولكن فدوى، ماذا عن الخطوة التالية لهذا الإعلان؟ نعم، الخطوة الأولى والتي جاءت سريعا هي الإعلان عن الأغلبية الحكومية، يليها ستدخل هذه الأحزاب الثلاثة، وما يجري الآن بين زعماء هذه الأحزاب سيتم التفاوض بشأن الحقائب الوزارية. كل وزارة أو كل حزب سيقترح أسماء محددة تعتمد حسب تصريحات الزعماء على الكفاءة، على الخبرة وغيرها من المؤهلات. بعد ذلك سيتم عرض هذه التشكيلة على أنظار العاهل المغربي الملك محمد السادس للموافقة عليها، من ثم سيتم تشكيل البرلمان، وستكون هناك خطوات دستورية، مثلا نيل ثقة الحكومة من طرف البرلمان وعرض برنامجها الحكومي أيضا للتصويت، ومن بعد ذلك تباشر هذه الحكومة أشغالها بشكل معتاد. لكن فدوى، المراقبون لديك كيف يرون شكل المعارضة المغربية مستقبلا بعد الإعلان عن هذا التحالف؟ نعم، بالفعل أولا هذا الإعلان عن ثلاثي في الغالبية الحكومية احتمل قراءتين من طرف الأوساط السياسية. القراءة الأولى على أنه يعكس إرادة الناخبين المغاربة في صناديق الاقتراع، وأن الاكتفاء بالحزب الأول والثاني والثالث هو تعبير أو استجابة لإرادة الناخب المغربي الذي اختار هذه الأحزاب ووضعها في المراتب المتقدمة. أيضا إشارة أخرى على أن هذه الأحزاب ستكون قوية، تقليص عدد الأحزاب المشاركة في الأغلبية الحكومية سيساهم في خلق الانسجام. لكن قراءة أخرى ستقول بأن التوفر على 269 مقعدا هي أغلبية مريحة بالنسبة للأغلبية الحكومية، مقابل 126 مقعدا بالنسبة للمعارضة، ستضعف شكل المعارضة في القادم من السنوات. هذه المعارضة تعرف مشاركة إضافة إلى حزب العدالة والتنمية ب 13 مقعدا، والذي عرف هزيمة كبرى في هذه الانتخابات، أحزاب يسار خاصة مثل حزب التقدم والاشتراكي، حزب الاتحاد الاشتراكي، فيدرالية اليسار، حزب الاشتراكي الموحد، وأيضا حزب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري اللذان شارك في حكومات سابقة لسنوات طويلة. يبقى السؤال اليوم في الأوساط السياسية، كيف سيكون شكل هذه المعارضة خلال السنوات القوية؟ هل ستتمكن بالأحزاب التي تضمها أن تشكل قوة معارضة سياسية داخل هذه الحكومة، أم أن عددها كما قلت 126 لن يمكنها من لعب هذا الدور؟ لكن يبقى الرهان حسب الأغلبية الحكومية وعلى تحقيق برنامج حكومي مستقبل استجابة لانتظارات المغاربة في العديد من المجالات، وهو ما يبدو من نبرة الأمناء العامين صباح اليوم. هناك وعي من طرفهم بحجم انتظارات المغاربة، وأكدوا على أنهم سيعملون على الاستجابة لهذه الانتظارات ولهذه التطلعات، خاصة وأن الظرفية هي ظرفية صعبة اقتصاديا واجتماعيا، تداعيات كورونا وغيرها من الإشكاليات. أول شيء ستعمل الحكومة على تنفيذه أو إخراجه إلى الوجود هو الميثاق الوطني للتنمية، أو ترجمة النموذج التنموي الجديد على أرض الواقع. شكرا. عموما مجمل القول 3 أحزاب في الأغلبية الحكومة، تشكيل سريع وانتظار لعدد الحقائب الوزارية التي تشير القراءات أيضا على أنها ستكون مقلصة العدد. شكرا جزيلا لك يا زميلة فدوى المرابط، مراسلة الغد، كنت معنا من الرباط.